نحطوا الرجاء في البلاصه ديال الرجاء علام بوحدها علام. اسمع غادي تسمعوا معايا هنا قبل ما نكمل الاوديو، كيشهد بالرجاء بانها عالم وانه الباقي يجب ان يكون عباره عن مجرات، ماشي كيقول هو الرجاء دابا باش ما نكذبوش على راسنا، لان الرجاء دابا كتعاني مشاكل لا المستوى التقني ولا المستوى الاداري ولا المستوى السمعه ولا المستوى المداخيل ولا مستوى الاستشهار ولا الماركتينغ، كل جميع المستويات تعاني لانها قزموها الاقزام هذه سنين. الرجاء هذا هو واقعه، ولكن هو يتمنى، هو كيشوف الرجاء القيمه ديال تفعينيه كيشوفها انها مجره والباقي انها عالم وانها الاخرين يجب ان يكونوا عباره عن مجرات. هذه هي الرؤيه ديالته، والانسان اللي عنده هذه الرؤيه الكبيره الفرقه شيء اكيد انه غادي يوصلها للكبرانيه اكيد. دونك غادي نكمل. ما نقولش الرجاء العالمي، يعني العالم خصو يدور وسط يكون حدا عوالم اخرى، يكون حدا مجرات اخرى حتى هما اللي فيها المؤسسات واللي فيها كذلك الانبياء واللي يكون فيها يعني كفانه عداءات كفانه. هذا كان عندي مشكل، يعني باش نجي عند الرجاء ولقى عندها حاقدين على انديه وحاقدين على رؤساء وحاقدين على كتمشي تقول لك اودي سي الدراوي حنا شناك فرحنا ملي جيتي، ولكن الرجاء دارت قالت هادشي كان من الاكراهات. والفلوس اللي تهضر معاه كتقول دابا عرفتي شنو عندها، كنقولوا يا ربي السلامه ما يطيحش شي نهار شي حاجه، تتجي تيجي تنفيذ حكم، تيجي سيزي، تيجي يا ديال الشركات يا ديال اللعاب الاغلبيه ديال اللي جوار، هادشي راه غادي نبيه في اطار صحيح. ما كاينش، انا قلت كانوا واحد اللاعبين انا وقال لك ما بقاوش لاعبين بزاف ما شناهمش في السيت ولا هذا، وكاين اشكال قلنا لهم واش كاين مشكل ديال كان فعلا كان عندنا مشكل بالبستير. دابا كاينه اداره قويه، كاين نظام داخلي جديد اللي غيمنع هذيك البساله اللي كانت في لي فيستير، وكاين مدرب اللي تنعرفو بالكاريزما ديالو اللي قاد هذا الفيستير هذا الى كطابل باش يجاري الفيستير ديالو. ملي كنهضر معاه كيقول لي هناك الله، هو كيقول لي الرئيس هناك الله من الفيستير. شوف دونك هذا غير فيديو اللي مركب باقي معاه واحد الطرف اللي دوزته من قبل. دونك الغايه عندنا عفوا، الغايه عندنا هنايا هو انه تيدوي على الفريق خصو يرجع للقوه ديالته، تيدوي على الفيستير. النقطه يدوي على قبيله الفيستير، كيقول لي هو تيعترف الرئيس يعني علنا، حيت هادشي كنا كنقولوا حنايا في اللايف وكنا كنهضروا عليه، وكيخرجوا الناس كيقول لك لا انت هادي، انت عينك في هذا، انت عينك في هذا اللاعب، انت كذا. كنا كنقولوا بان عندنا مشكل في الفيستير، وعندنا مشكل ديال النقابه، عندنا مشكل ديال الناس اللي كيتحكموا في لا فورماسيون، هذا يدخل هذا ما يدخلش، هذا صاحبي يلعب هذا ما يلعبش، هذيك المره ما عطانيش انا، هذه المره ما يدخلش كاع. قلنا هذه المشاكل كانت، هو كيعترف بها الرئيس بكل وضوح. فقال لك بانه جا البنزرتي راه قال لي غير الرئيس غير هنيني، انا غنهنيك من هذا المشكل ديال الفيستير. فتنظن بانه الحمد لله حان الوقت لتصفيه اجواء الرجاء، ولنا كل الامل ان شاء الله ان الفريق غادي يمشي للطريق المستقيم.